قطاع التعليم من الأولويات الوطنية، وإذا أهمل فإن جيلا بأكمله يتعرض لكارثة. في محافظة المحويت وقفة احتجاجية ولقاء تربوي للمحافظة أو للمطالبة بالمرتبات وفتح المدارس أمام الطلاب. لا يمكن أن تكتمل الجبهة الداخلية دون وجود المعلمين والمعلمات، ولا يمكن أن يدرس المعلمون وبطونهم ومن يعولون جائعة، ولن نقاوم العدوان دون أن نقتسم لقمة العيش. شعارات رفعها التربويون في مديرية الرجوم محافظة المحويت للمطالبة بحقوقهم المشروعة لكي يواصلوا مهامهم الوطنية ويعودون لفتح المدارس والتدريس. إن المعلم لا يستطيع أن يمارس حياته المعيشية اليومية ليس على مستوى الشهرية فقط، وهو مطلب شرعي نطالب الأمم المتحدة وأيضا المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ أن يقوموا بمهمتهم ودورهم في بذل الحلول من أجل صرف الرواتب بشكل مستمر. حقوق حقوق لكي أذهب إلى السلطة المحلية أداوم، وهذا يذهب إلى التخطيط، وهذا إلى الجيش، وهذا إلى الأمن، وهو واثق بأن ابنه وفذة كبده يدرس. أنا جائع، أنا عاطش، لكن يهون كل ذلك في مقابل أن ابني يدرس. السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم أكدا أن كرامة المعلم كرامة الوطن، وأن المرتبات حق أساسي للموظف لا تساهل فيه، مطالبين بتحييد العملية التعليمية عن أي أغراض لا تخدم المصلحة الوطنية. نقل البنك المركزي كان من أهم ما صنعه أولئك المتربصون بهذا الوطن بنقله إلى عدن وحرمان موظف الدولة جميعا من حقوقهم ومرتباتهم وليس التربويين. حراككم هذا ووقفاتكم ودفاعكم عن حقوقكم هي مشروعة. معلم دوره الآن، وبالتالي يصبح راتبه أولوية. نطالب حكومة الإنقاذ، نطالب المجلس السياسي الأعلى، نطالب الأمم المتحدة بتوفير راتب المعلم بدرجة أولى. ونحن أتينا إلى هنا لنحث المعلمين على إعادة الحياة إلى المجتمع. التربويون أكدوا أن لهم حقوق وعليهم واجبات، وأن على الجهات الرسمية مسؤولية إعطائهم حقوقهم على وجه السرعة، كون المعلم لا يمكن أن يؤدي دوره التعليمي والتنويري وأطفاله يتضورون جوعا. وطالب التربويون الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بالتعليم بالنظر إلى أحوال المعلمين ومساعدتهم بتسليم أجورهم لكي لا يعود أجيال الوطن إلى عهود التجهيل، ولإيقاف كارثة لا تحمد عقبها. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت.